السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد، الله يدخل لكم بالصحه والسلامه باش مازالين ان شاء الله وطول الاعمار وبشي حجه وديك المقام. واش حتى نتوما ملي كنتو مازالين صغار وكنتو كتبغيو تصوموا كان كيوقع لكم بحال هذا الشيء؟ ماما نعم اجي وخات فيا خلي معاك غدا الصحون بغيت نصوم. صافي واخا ولدي وجد الصحون فيا خويا علاش لا؟ وبطبيعه الحال انك كنت يقوم كالحمار. ما علينا، هو رمضان كيما شحال هادي كيما دابا كيبقى رمضان واحد، ولكن غير دابا كندوزو في الدار. رمضان والدار راه شي حاجه ميمكنش يتشكلوا مع بعضياتهم، حيت اصلا راه ميمكنش تصوم انت فيك الملل. قبل ما يجي رمضان كنا كندوزو الوقت يا في الانستغرام يا في نتفليكس، ودابا يزغبك الله ودخل شي واحد فيهم. ورا نتفليكس كنت كنحشم ندخل لا تا هو انا فطر، ولا عسك دابا صايم. اش منك يا برامي، اش منك يا افلام، اش منك يا سيريات، ورا كتلقى فيلم كامل فيه جوج سوايع راه تلقى فيه خمسة دقايق اللي حلال. اذا نتفليكس نحيدو، انا عندو زوج شبيه رمضان. شنو بقالنا؟ بقالنا الانستغرام. تعقل قبل ما يدخل رمضان لما كنتي كدير ابوني، اش منك يا ميا، واش منك يا هادي، واش منك يا هادي. انا بدا سبحان الله عندي الانستغرام ارى التويرات حنتك في اختها، ويا خويا شي اشعارات ما كيخرجوا حتى كيجي رمضان. عرفتي فين كيكونوا شحال هادي؟ الله اعلم. وما عندهم داكشي موسمي، كيجي غير من رمضان لرمضان. اجي ماشي كيقولوا كتحبسوا الشيطان في رمضان. انا سبحان الله راه كيبان لي الله كانوا يخدموا. وعرفتي واي حاجه درتيها كتبقى منوي فيها، ورا الصابون هو الاخر كديرو في يدك، ورا سيدي ربي كينزع عليك واحد الحنان، ورا ما نعاود لكش. وعاد كاين واحد النوع يا خويا وجهه قاصح وكيقول لك هاد رمضان ما حسيناش بيه، وانت فين شفتي لمك؟ وانت كتفيق حتى الساعة باقي المغرب ساعة وكتقولي فين داز رمضان وداز في النعاس. او وعاد كاين واحد النوع انا كيسالي معايا كنسميوه النوع المقطع. خويا معايا لك الودن مع الاذن، ومعايش الاذن مع المغرب، ومعيش كيفاش اصاحبي صالتك عليا شي واحد ولا عنينا اصاحبي عني باش ما عرفت. وهنا كنكون وصلنا للاخر ديال هذا الفيديو. ما تنساش الا عجبك الفيديو دير جيم ودير ابوني وتبارطاجي الفيديو مع اصحابك. السلام عليكم.